اخوتي اسمح لي اخويا احمد القاضي شيخ. المهم اخوتي اللي لقى باش يعاون باي لعبه يعني يا الماكله يا حوايج اي حاجه. المهم نعاونوا غير داك الناس اللي تقريبا غير هاد الصباح على صباح تقريبا 5000 درهم هاد الصباح. اللهم بارك. وحاجه اخرى هادشي كما قلتي راه الناس ما فراسهمش وحاجه اخرى اللي صدمتنا عاوتاني اكثر. كنا غندي واحد ثلاثه طوموبيلات جوج بارتنيرات ودوكير وجا عندي واحد الدري ادريس اللي كيبيع اللي يخدم في الالومنيوم من فوق كل سبعه هو هنا لا بيضا جا لي الطوموبيل ديالي مرحبا بالسويس سوكو ووقف عندنا واحد مول الكاميو قال لك انا نديكم ولكن مولي انا نديكم انا كلشي اللي سموه فاش مشيت وجيت تصاوب ضربنا الفريال تشوف واو مشيت للدار جيت تصاوب يعني الطرف. السلام عليكم يا اخوان. الناس اللي كيسكنوا في السله ولا في القريه بالنسبه للتبرعات من الضحايا ديال الزلزال حتى قهوه قهوه سميتها قهوه حناش قهوه حناش قهوه حناش الصيدلية دوار جبالة. صور لهم الدراري على الاخوان اللي مكلفين هنايا اللهم بارك. اغطية ملابس مواد غذائية. المهم اخوتي اسمح لي اخويا احمد القاضي شيخ. المهم اخوتي اللي لقى باش يعاون باي لعبة يعني يا الماكلة يا حوايج اي حاجة. المهم نعاونوا غير داك الناس الله يشافيهم الله يرحم اللي ماتوا مساكن. هادشي اللي نقول لكم اخويا. المهم بالنسبه للموقع اخوتي راه كاين كما قال لكم الاخ احمد دوار جبالة الصيدليه دوار جبالة سكتور السا مقهى حناش او فرصه مقهى حناش بالضبط واحد الصيدليه دوار جبالة اللي ما كيعرفش اللي ما عرفش البلاصه بالضبط. المهم كنجمعها انتم اخوتي راه الشيء ديال الماء الحليب الحوايج كاشات مانطات لاي حاجه. المهم اللي يقدر عليها الواحد يعاون بها يعاون بها. ان الله لا يضيع اجر المحسنين. الحمد لله على كل حال مواطنين بسطاء مواطنين بسطاء كيجيو يساهموا. كاين اللي كتلقى عنده مانطا وكاشه هما اللي عنده في الدار المنزل ديالو والله العظيم ماشي اللي كنشوف ها الدرويش ولا كيحس بك. سبحان الله المواطن كتلقى عنده كاشه مانطا هما اللي عندهم في الدار هذا عنده شنو عنده تما عنده والو عنده الله هو اللي عنده جاي مسكين جوج مانطاج وجاب واحد الفونجه مسكين وشنو هما اللي عنده شنو عنده شنو ما عندوش راه شوف سبحان الله يلاه درويش فين درويش درويش يحس بالدرويش سبحان الله. انا اللي لاحظت انا لاحظت بزاف ديال الناس صاط ديك البركه اللي عندهم تيجيبوها سبحان الله ربي راه ما كيضيعش حتى الواحد. لا والله ما يخيبش لا عندك شوف انت هنايا على المرض بلاصه شاية هادي فكر موجود الحمد لله كما كيف الناس بزاف كيساهموا عندك كثير بقليل الحمد لله على كل حال. ان شاء الله ماشي شنو ان شاء الله الانطلاقه تكون تسمح ماشي الانطلاقه ان شاء الله تكون غتكون ان شاء الله اخوتي من 12 الفوق ان شاء الله فهمتي. مازال المهم مازال من هنا 12 ان شاء الله اللي عنده شي حاجه باقيين هنا جالسين اخوتي. المهم هما الناس تبارك الله هما كيجيو صور لهم الناس اخويا واخا من بعيد بزاف ديال الناس كيجيو كنحاولوا حنا ما نصورهمش. هاد المرأة اللي جابت السداد راه حيداتهم من الفيشة. هاد المرأة اللي جابت السداد راه حيداتهم من الفيشة حتى شي حاجة. سداد راه عاود حيداتهم من البيت فهمتي حيدات ديك السدادر ديالها وحطات البونجا باش جا باش تعاون فينا. كنحاول ما نشوفش ما نشدش الوجوه ديال الناس. كل واحد كاين اللي ما كيبغيش يبان الواجهه ومن حقه لان عمل خيري كيكون لله سبحانه وتعالى. شكرا بزاف. الله يرحم الوالدين. الله يرحم الوالدين. شكرا بزاف. سبحان الله كما قلت لكم الدرويش يحس بها الدرويش سبحان الله. انتم اخوتي تبارك الله الناس اللي فهمتي اللي قدات حدا كتجيب المهم كتجيب ساكن ها الزيت ها اللي جايب الزيت السكر ها اللي ها الفرماج ها المهم اخوتي اي واحد فهمتي المهم مسكين اي عليه كلش فهمتي المهم بنادم مسكين كيجيب كيحيد من لحمه المهم اللي كيقد عليه راه كيجيبه مسكين فهمتي. الحمد لله على كل حال. فهمتي
مغاربه اخويا ما كاين ما احسن من مغاربه. عاود 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 والله عاود تذكرهم بالبلاصه بالضبط. بلاصه خوتي صيدليه الدوار جباله راه هي وفي سمعانه وقهوه ديال الحناش وصيدليه الدوار جباله وزال من هنا 12. وتحيه لخويا العادل بن المنظم وزكريا الله يسهل عليهم. الله ما بارك. كاين اللي ما يبغيش يبان في الواجهه. لا 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 عاود النقله الثانيه النقله الثالثه في الاخر جايبها زربيه عزاها حيت ما خرجتش نصيف الدار ديالي كامله. دابا كنهضر اخي عادي الله تتواريش. وانا نقول واحد 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 الحوايج اللي سموها فاش مشيت وجيت تهضر على الفريز جيت مشيت للدار جيت تهضر دابا دابا نخلي ذاك المبلغ راه عند زكريا هو اللي اي حاجه. ومازال دابا الناس هضرين معايا في فيسبوك هضر معايا الناس اكثر من 40 واحد كيقول لي انا 10 غادي نكون عندك هنا درت معاهم واحد الثاني مساكن كان اللي ما عنده كيدير ما كان وعائلات كيدوزو دابا كيدوزو واش انا نمشي ونجي انا شي وجه تبقى هنايا حنا اخي دابا عادي بابا تحرك شي تتغدى واحد بس من الصباح الصباح كان تقريبا قد هكا وكان هذاك الشيء بعد المحزوج وتقريبا داك الشيء واقف غادي يجي في واحد مسكين واحد الناس كتخدم في قهوه وحده نفحهم هنايا راه الغريب في الامر انك كتشوف شي ناس وانا محتاج داك الشيء اللي كاين اقسم بالله هما محتاجين داك الحوايج. وقال لك السيد اللي طلع مع السيده اللي طلع عندها قالت ما عندها المساكن اللي عندها خرجت راه شنو والله الا قبيله قبيله كنضرب معاكم راه علاش واحد اللحظه قلت لكم سكات راه عيني عم رد راه جالس كنشوف من هنا.